مشاهدينا حنروح فاصل نرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم مية مساء. ضيفتنا النهارده قالت لجمهورها هشيلكوا جوه عيوني، مع ثلاثي اضواء المسرح كانت بدايتي، شفتوني. الجمهور قال لها هتفضلي في عيوننا عمرك ما هتهوني، لانك فنانه جميله ورائعه ولتاريخك بتصوني. راحت قالت لهم سمع هاس، انا عزماكو على سور الصين العظيم يمين كده بعد بين القصرين في مية مسا. رحبوا معايا الفنانه الرائعه سهير الباروني. منورانا منورانا، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ بيدلعوك يا ايه؟ يا سوسو. يا سوسو. سوسو سوسو كده طالع حلو. بس سوسو، بس سوسو. طب دي نركبها ازاي مع الفريكيكو؟ لا ما تركبش مع الفريكيكو، ما تركبش مع الفريكيكو. لا سوسو لوحدها والفريكيكو لوحدها. ايه حكايه الفريكيكو؟ الفريكيكو دي انا سمعتها من واحده علمه، كنت في فرح واحده قريبتي وقاعده تحت كرسي العروسه. ايوه. وكنت عيله صغيره، فكان في عنمة مشهورة قوي اسمها رئيسة عفيفي، كانت تلبس سواريه شيك قوي، كانت تطلع في الأفلام كمان، وجنبها صف رقصات بالبدل من هنا وصف رقصات بالبدل من هنا، وكل واحدة بقى تقوم تعمل نمر. فواحدة قالت على مين يا بتاع الفريكيكو؟ أيوه. علقت في دماغي من وانا قد كده لحد ما شخت. يا حبيبتي العمر كله يا رب. العمر كله يا رب لسه ان شاء الله. وفضلت معلقه في دماغي معلقه في دماغي لحد ما جينا، يعني اجي عندك بارتي او في حفله عندك قولي سوسو الفريكيكو، او ما اقول الفريكيكو، لحد ما جينا في المسرح. انا مستعيبه طبعا ان دي حاجه تتقال قدام الناس على المسرح. في يوم الجمهور في اسكندريه ما كانش قوي، الصاله مهويه شويه، فلقيت جورج ربنا يشفيه والضيف الله يرحمه سمير غانم بيشدوا فستان قبل عزيزه قبل عزيزه غنينا الفريكيك، مش عارفه افلفص منهم، عايز اخرج. مفيش في المسرحيه الفريكيكو. ايوه مفيش. عشان انقذ نفسي انا استطلعت قولي الفريكيكو. هي ما تحلاش غير بصوت. على مين بتاع الفريكيكو؟ اطلع يا بتاع الفريكيكو، قعد انا شايفك قعد انا عارفك، الفرف الفريكيكو والشطه بتحلى فيكو، اطلع يا بتاع الفريكيكو. الف لها لحن طبعا، الاصل هو اللي يكسب واللحن اللي انت غنيتيه هو الاحلى طبعا. ربنا يخليك. انا عايزه بس اسال سؤال، كنت طفله شقيه وانت صغيره؟ قوي بجد جد جد شقيه، يعني يا ماما يا دوبك تتورب. يا نهار ابيض والله العظيم. كنت بتعملي ايه وانت صغيره؟ مره كنا بنلعب بالصغمية، كان قعدت شباك قد كده ستارة قطيفة حمراء، وبنت خالتي قاعدة كده وانا قاعدة كده والشيش مش متربس، فانا ما اعرفش، بتقولي خلي بالك ألفت داخلة علينا، لقيت نفسي في الشارع. يا نهار ابيض وقعتي من الشباك؟ ده كنت في الدور الكام؟ الاول. الاول. طب الحمد لله جت سليمة. لا بس عادي يعني عادي، مش وحصل لك حاجة ساعتها؟ وقعت على واحدة كمان.
لا ده ربنا بيحب حضرتك جدا. خدتها معايا وطبتها على الارض حرام والله يا حبيبتي غلبانة. بس الحمد لله راحت بقى بنت خالتي تيتا تيتا سوير وقعت في الشارع يا لهوي كله صوت وجري على الشارع سوير طلعت وقعت على واحده خدوني ودوني المجبراتي كان المستشفى ما يخافوا من المستشفى زمان كانوا بتخافوا من المستشفى مش انا امي وجدتي كانوا بيخافوا من المستشفى يعني طبيبوكي منزلي لا عند المجبراتي المجبراتي هو كان في مجبراتي زمان أيوة. هو بس شغلته انه يحط الجبير يعني لا يحط البتاعتين قصاد بعض كده ويلف ويديك مراهم بقى يعني زي كده يعني بس مش مستشفى ورا دكتور لا لا ده فيلم سور الصين العظيم مال احنا سمعنا انه كان في قصه نجفه وقعت في الفيلم ده عادي عادي نجفه بتقع احنا هنا في عندنا رجاله ما شاء الله طول بعرض بيقعوا مفيش مشكله يعني طب ما انا وقعت من الشباك ايه يعني لما تقع النجف صحيح بس ايه الموقف بقى اللي حصل عادي هي بس النجفه وقعت وخلاص اغني المفروض يعني هنيدي بيلعب لا وقعت علي هنيدي بيلعب لا فبس الاستاذ شريف عرفه اخرجها حلو قوي 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 يعني لحد ما وصلت كده ورحت انا مرميها على الارض بعد كده كملها عليها طب وهنيدي عمل ايه؟ فطس من الضحك فطس من الضحك شوف قله ادب النجفه ايوه مش كده برضو داخل الحرام شوف قله ادبه سمعينا بقى سمعينا بقى الاغنيه دي هي ما تحلاش غير بصوتك داخل الحرامي شوف قلة أدبه شد الستارة شوف قلة أدبه شد الضفاير شوف قلة أدبه قرب عليا شوف قلة أدبه خد مني بوسة وعملت نفسي نايمة وعملت نفسي نايمة وعملت نفسي نايمة حضرتك وعبلة كامل عملت دويت حلوة قوي في عفوا اللي انا عايش في جلباب ابي مش كده برضو؟ الشغل مع عبلة حلو كنت بتعملوا ايه مع بعض؟ كنا بنبصي بعض في الإفات يعني هي من الممثلات اللي ما يغيروش من اي حد قصادهم ما بتغيرش لا 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 ما عندهاش الحكاية دي وتحب تديك إفات انت تديها إفات والله عادي ما فيش يعني